كنظن المنتخب حاليا عنده لعابه مزيانين تكنيكمون مزيانين والجروب اللي خلقوا هيرفيرونار ستان جروب اللي اوموجين. بعض المرات الاختيارات كيكونوا كيتناقشوا بالنسبه للدراري ديال البطوله علاش ما داش هذا ولا هذا، ولكن هو كيختار واحد الجروب اللي يقدر يمشي به بعيد في لاكار. وانت الله ومن الله التيسير، والحمد لله راه عندنا كما نقولوا ايكيب مزيانه في المستوى، وحنا راه واثقين فيهم بان غادي تكون شي حاجه. واللي ترى نعاود نركز عليه هو التوظيف. نتمنى من المدرب ايرفي اونار يكون في كامل التركيز ديالو على التوظيف. والله ان شاء الله كنتظروا نمشيو بعيد ان شاء الله فهاد كان من البدايه حتى النهايه، ان شاء الله كنتظروا من النهايه. نتمنى ذلك، عندنا منتخب اللي في المستوى اللي يقدر يدينا للفينال ويفوز بها ان شاء الله، علاش لا؟ لانه اللعابه اللي كاينين كلهم في مستوى عالي الحمد لله، كاين زياش، كاين بالهندا، الاسماء لا تذكر، تبارك الله عليهم ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. الراي ديالي في التشكيله اللي اختار نورار احسن تشكيله ما عمرنا انتظرناها، هي اللي كاينه، هذه احسن تشكيله هي اللي كاينه في اللاعبيه كاع اللي اختار. وبالخصوص كنتظروا حمد الله يبين لنا شي حاجه. الراي ديالي انا بالنسبه ليا داك الشيء هو هذاك اللعابه هما هذوك، ابخي كيبقى علاش دا ياجور، علاش ما داش ياجور ودا بوطيب. كنظن ان بوطيب كيخدم تكنيكمون والبريسينغ اللي كيدير والوقفه كتخدم بارابور سكياتون هو شنو كيبغي. دونك بوغ موا ما كاينش مشكل في اللعابه، باغ كونتخ الجروب هو اللي خاصو يكون مزيان وخاصهم يتقاتلوا في لاكوب دافريك، الكرين تاع هي اللي كتخدم. والتشكيله هي في المستوى، فهمتي؟ مع كاس افريقيا خصنا نلعبوا مع فرق ديال كاس افريقيا. التشكيله راه كي قلنا مجموعه كلها هي مزيانه، كلهم اللاعبين اللي حاضرين دابا في هذا المعسكر راه مزيانين، وحتى الناس اللي مشات اللي بعدات راه ماشي بعدنا كلهم مزيانين، واللي تنطلبوا من الله هو التيسير. انا كان عندي استبعاد واحد اللي ما بغيتوش بعدي، كنت بغيتو يحضر لانه ريان غوش من المستوى العالي، وكنت ضد هذا لانه عنده السونتراج، مدافع ايسر من الطراز العالمي، من طراز روبرتو كارلوس، من طراز بزاف اللعابه. ونتمنى للمنتخب الوطني التوفيق ان شاء الله في هذه المقابله وفي مسيره موفقه في اللقاءات اللي غيديرها في الكان ان شاء الله. تشكيله منطقيه، وحتى اللعابه اللي استبعد يعني جاني انا الاستبعاد ديالهم منطقي، لانه ملي غادي نشوفوا لا ليست ديالهم ما غاديش نلقاهم يعني كومبيتيتيف، عندهم المنافسات كثار في رجليهم، يعني اللعابه ما خداوش مقالو بزاف. باستثناء انس الزنيتي عارفين، يعني ما يمكنش غادي نحيدوا حراس اللي بارزين في اوروبا، الارقام كتحدث عليهم وغادي نحتفظوا بانس، لكن هذا ما تيعنيش انه انس ماشي في المستوى، مي انس ان شاء الله مازال الفرصه ديالو تعطاه ويقول الكلمه ديالو. التشكيله الحاليه هي تشكيله في المستوى، تشكيله اللي توليفا هي هذيك اللعابه كيلعبوا بعضياتهم سنوات هذه. بالنسبه للعابه اللي رجعوا كان من المنتظر انهم يرجعوا، كان من المنتظر ان بعد دي والحارس الزنيتي والكعبان انهم يرجعوا، كنتمناو هاد الوليدات اللي كاينين يحمونا وجهنا كما كنقولوا ويفرحونا في كاس افريقيا في مصر ان شاء الله، وديما مغرب ان شاء الله نتمناو يحققوا شي نتيجه مزيانه، نتفائل ديما مغرب ضروري يربحوا، واخا نكونوا عارفين راسنا خسروا نقولوا راسنا غنربحوا.